طبعا وزارة النقل والمواصلات لم تصرح للحافلات الكبيرة أو حتى الصغيرة بزيادة الحمولة، وهذا أمر أصلا مخالف للقانون، ووزارة النقل والمواصلات لم تقبل أن تتجاوز القانون حتى ولو كان هناك أزمات. في النهاية هذا القانون جاء للحفاظ على الأرواح والممتلكات. طبعا يعني وزارة النقل والمواصلات تدعو المواطنين إلى الركوب في الحافلات الكبيرة بالذات في ظل الأزمة، وأنه لابد أن تكون ثقافة المواطن الفلسطيني أن يركب هذه الحافلات، لأنه بصراحة تناسب الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن الفلسطيني. الوزارة كانت في ظل الأزمات ولا زالت توفر الباصات بالتنسيق والتعاون مع شركات الباصات، وإيجاد هذه الباصات في أماكن تكدس المواطنين تخفيفا وتقليلا من هذه الأزمة.